لهذه النخب لتمثيل العراق في المسابقات الدولية، وإن شاء الله كل واحد منهم راح يكون مشروع للقرآن ونشر ثقافة القرآن في محافظاتهم وفي مدارسهم وفي جامعاتهم. نسأل الله تعالى القبول والتوفيق بفضل الصلاة على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الذين أذاب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى آله محمد. أولا الحقيقة وبدون مجاملات وكذا، لي الشرف أن أكون بين الإخوة الكرام الأحب الأعزة، أنا أتشرف به الحقيقة، أتشرف أن أكون بينهم، خصوصا وهم يخدمون القرآن وهم في أول عمرهم. أرجو من الله أن يعزهم ويحفظهم، وإن شاء الله نراكم في المراتب العليا بحفظ القرآن، تجويد القرآن، ترتيل القرآن، ونفتخر بكم ونعتز بكم. أكو شيء مهم أريد أقوله للأحبة في البداية، وبعدين أقول لهم كم كلمة من القلب إلى القلب. الأمر الأول اللي بسرعة أحاول أقوله حتى الوقت ما يأخذنا، أنه إذا نريد نقسم العلوم نقدر نقسمها ثلاث جهات العلوم بشكل عام. طبعاً هو أكو عدة تقسيمات، يعني من كل جهة من كل حيثية تقدر تقسم العلم إلى تقسيم، مو تقسيم واحد. الآن خلوني أنظر من زاوية من الزوايا، جهة من الجهات، وأقسم العلم على أساسها وأربط ذلك بالقرآن الكريم حتى تعرفون قيمة ما عندكم في الواقع. العلوم لها ثلاث جهات أقدر أعبر، ثلاث جهات، وكل جهة أقدر أعنونها بعنوان، كل جهة من جهات العلوم أقدر أخلي لها عنوان. مثلا الجهة الأولى أقدر أعبر عنها جهة العلوم الأصيلة، أقدر أعبر علوم الأصيلة، وأقول الأصيلة لارتباط هذه العلوم بالإنسان بشكل مباشر وواضح، وبما أن الإنسان أشرف مخلوقات الله كما القرآن الكريم يقول ذلك، كرمنا بني آدم، خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. طبعا تدرون كل شيء رب العالمين خلقه في ثقافة القرآن الكريم خلقه بنظام الأحسن، كل شيء خلقه الله تعالى خلقه بنظام الأحسن، يعني مو بالإمكان أحسن مما كان كما يعبرون، مو بالإمكان أحسن مما كان، هكذا يقول القرآن الكريم. نعم كل شيء صحيح، فكل شيء مخلوق بنظام الأحسن. ولهذا ولا بعض اللي يشكلون علينا من الماديين والملحدين وغيرهم يقولون رب العالمين إذا هو كمال مطلق شلون يخلق بعض المخلوقات الشريرة، الكمال شلون يطلع منه شر، يقول أي مخلوق شرير رب العالمين خلق، أنت إذا تنظر له من زاوية ضيقة تعتبر ذاك شر، أما هو في حقيقة مو شر، يعني السم بالأفعى أنت تنظر له شر، أما السم بالنسبة لنفس الأفعى هو دفاع عن نفسها مو شر. بعدين الآن الأمصال الطبية اللي استخرجت من هذا السم يدل على أنه مو شر. إذا تنظر له من زاوية ضيقة بمصلحتك فقط تشوفه شر، أما إذا تنظر له من كل الزوايا يكون مو شر. مثل ما أنت عندك شيء دافع به عن نفسك، هذا الحيوان هم عنده في الشيء دافع به عن نفسه فهو إلى خير مو شر، فأنت ليش تنظر له نظرة ضيقة؟ وغير ذلك من الأمور اللي يشكلوا، مثلا الألم، رب العالمين ليش خلق بينا الألم؟ هو يخلقنا بلا ألم، ليش هنتعذب؟ أقول ومن قال أن الألم شر حتى تنظر؟ تنظر له من زاوية ضيقة. توقع لو الإنسان ما عنده ألم وينام ويجي حيوان يريد يفترسه وهو ما عنده ألم، شنو راح يكون؟ شنو راح يكون؟ ما راح يمكن الإنسان يعيش. أو إنسان صار فيه مرض والمرض ألم ماكو، والمرض يمشي به وبعدين يشوف روحه هو على فراش الموت وكل شيء بعد ما يرفع. أما بوجود الألم من البداية يطيج إنذار أنه روح للدكتور من البداية. بوجود الألم أقل شيء يمس الإنسان حتى وهو نائم يستيقظ ويحافظ على نفسه، من دون الألم ذن يقول ما تقدر منه. أقول لا تنظر للأمور زاوية ضيقة،
رب العالمين ليش خلق إبليس؟ إذا هو يريد لنا الخير ليش خلق إبليس رب العالمين؟ ويخلي إبليس يظلنا وإبليس يغوينا وإبليس، على شنو تخلق إبليس؟ يجي الجواب هو رب العالمين خلق إبليس شرير؟ ما خلق شرير، إبليس مخلوق من الجن كما القرآن الكريم يعبر، والجن فيهم الصالح وفيهم الطالح بمحض إرادتهم مثل الإنسان. يعني رب العالمين خلق كما خلق أي شيء من مخلوقاته، وخلقهم على الفطرة، كل مولود يولد على الفطرة، بعدين يتجي البيئة تلوثه غير ذلك تلوثه، وإلا هو ما خلق شرير. 6000 سنة هو كان يصلي، الإمام علي بن نجم البلاغي يقول 6000 سنة إبليس كان يعبد، 6000 سنة كان يعبد، يعني ما انخلق شرير حتى تقول، خلقه كأي خلق من المخلوقات، بس هو تمرد فيما بعد باعتبار رب العالمين ملقي إرادة، وهاي الإرادة كان يقدر يستفيد منها بجانب إيجابي، بس هو استفاد منها بجانب سلبي. مثل ما أنا أعطيك كهرباء بالبيت، الكهرباء تقدر تستفيد منها استفادة إيجابية، وتقدر تخلي إيدك عليها وتنتحر وتموت. هذا مو معناه الكهرباء شر، لما الإنسان يخلي إيده على الكهرباء ويموت مو معناه شر، لا الكهرباء خير إذا أحسنت التصرف معها، أما إذا استغليتها بجانب سلبي راح تكون عليك شنو؟ شر. هذا الجانب السلبي أنت جبته لنفسك، مو رب العالمين راده إليك. هاي فالمسألة الآن مو محلها، بس هي هواي مهمة، أنتو شباب، ولعله أكثركم بأجواء جامعات ومحاضر علمية، ولعله تطرح هاي الشبه والإشكالات عليكم حتى تسلحون بالعلم أمامه وتكونوا أقوياء بالعلم. وهذا بحث طويل والذيل كما يعبرون الآن مو محله، وإلا يقدر واحد يسولف به كثيرا وبفوائد همجمة وكثيرة، بس الآن مو محله، مش فقط إشارة سريعة. زين، أقول كل شيء رب العالمين خالقه محكوم بنظام الأحسن، مثل ما الأخ العزيز قرأ الآية، والإنسان أحسن الأحسن، خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، كرمنا بني آدم، الإنسان أحسن الأحسن. فليش أقول أكو علوم أصيلة لارتباطها بالإنسان بشكل مباشر، والإنسان أشرف المخلوقات اللي خلقها الله تعالى، ولهذا في العلوم نعبر عنها أصيلة. وهذه العلوم ترتقي بالإنسان مو فقط روحاً وإنما بدناً وروحاً، جسماً وروحاً، يعني ترتقي بالإنسان بالجانب المعنوي وترتقي بالإنسان بالجانب المادي أيضاً، ولهذا عبرنا عنها علوم أصيلة. هاي تعلم هذه العلوم في منظومتنا الدينية، في أولوياتنا، لا نريد نخلي أولويات بالعلوم اللي نتعلمها، هاي رقم واحد، تعلمها رقم واحد عندنا، رقم واحد أهم العلوم عندنا كون نتعلمها. بس تقولي مثل شنو هاي العلوم الأصيلة المرتبطة بالإنسان ارتباط حقيقي ومباشر وترتقي بالإنسان روحا وبدنا؟ مثل شنو؟ العقائد. العقائد من معرفة الله تعالى وتوحيد الله تعالى إلى المعاد، مرورا بالعدل والنبوة والإمامة وما يرتبط بهذه العناوين من أبحاث كثيرة وما يترتب عليها من لوازم كثيرة. هاي في أولوياتنا رقم واحد، تعلمها رقم واحد، ما نعبر عنها علوم أصيلة. هسه التوحيد وتفاصيله، يعني النبوة، الإمامة، المعاد وتفاصيله، وكلها أبحاث مهمة، بس العلوم الأصيلة، بس العقائد لا. الشريعة، الشريعة يعني شنو؟ يعني حلال وحرام، حلال وحرام، هذا كلش مهم ورقم واحد بالنسبة لي. ذني مرتبطات بس بروح الإنسان يو حتى ببدنه، لا حتى ببدنه، مو فقط بروحه حتى ببدنه مرتبطات. يعني أنا أضرب لك مثال، هاي الأغسال الواجبة، إنسان تكون حالات عندك هون يغتسل غسل واجب مثلا، هاي فقط تريح روح الإنسان يو تنظف حتى بدنه وطهره. بس أنت تقصد بها القربة إلى الله، وهذا المطلوب بالفقه، تقصد بها القربة إلى الله، ولكن هذا ما يمنع من أن هي الأغسال بحد ذاتها تنظف حتى بدن الإنسان، مو فقط روحه، تنظف بدنه وروحه. أنا ذاك اليوم تابعت تقرير علمي نشرته فضائيات مهمة، يعني عادة أخبارها تكون دقيقة، يقولون سوينا فحص أو أخذنا عينة أو ما أعرف شنو من لحية الرجال في العالم، وأنا تقرير غربي مو شرقي، غربي،
تقول لقينا لحية هذا الرجل فيها من الجراثيم والميكروبات أكثر من الحيوان الفلاني، ما أجيب الحيوان شنو احتراما للذوق العام، أكثر من هذا من جلد هذا الحيوان أو شعر هذا الحيوان بكذا مرة، الميكروبات اللي لقيناها بلحية هذا الرجل. أنت إذا يوميا كم مرة تغسل وجهك الوضوء يوميا؟ السعوف الأغسال، تعال للوضوء مثلا، أنت مثلا صلاة الفجر تتوضأ، صلاة الظهر والعصر تتوضأ، صلاة المغرب والعشاء تتوضأ، أما ذاك مو هالشكل، ذاك مو هالشكل. هذا الوضوء مو بس طهارة روح ويولد حالة معنوية تخلي الإنسان مرتاح داخليا، وإنما هو أنت تقصد بالقربة إلى الله، لا تفهمني غلط، أنا مو أتوضأ حتى نيتي أنظف وجهي، مو هذا قصدي، لا، أنا أتوضأ قربة من الله تعالى حتى تهيأ للصلاة وأقف بين يدي ربي، بس أقول هو الوضوء بحد ذاته ينظف بس روح الإنسان وحتى بدنه. ولهذا أقول تعلم هذه المعارف والعلوم ترتقي بالإنسان على مستوى القلب والقالب، على مستوى الظهر والبطن، على مستوى المادي والمعنوي، شو تريد تعبر تعبير آخر عبر، على مستوى الروح والبدن وهكذا. تعلم هذه العلوم إلى تأثير مو فقط على معنويات الإنسان، حتى جسم الإنسان. الإسلام لما حرم لحم الخنزير على الإنسان، تحريم لحم الخنزير فائدته بس معنوية لو حتى بدنية. الآن التقارير العلمية تقول، وأنا ما يعني قاعد أتكلم بمراجعة ما ينشر على الفضائيات المحترمة اللي أخبارها دقيقة، شيء من جيبي ما متأكد من هذا الكلام، يقولون أقدر اللحوم في العالم ولحم الخنزير، هم يقولون شهد الله، شوف التقارير، يعني يقولون أقدر حيوان هو هذا الحيوان، قدر جدا، ولحمه هم يكون أقدر اللحوم. الإسلام لما حرم، يعني قلت عقيدة العلوم الأصيلة، عقيدة واحد شريعة اثنين، خو حرمة لحم الخنزير شريعة مو عقيدة، شريعة، شريعة حلال وحرام شريعة، افهم أو لا تفهم عقيدة، اعمل أو لا تعمل شريعة. الأحبة يكون يفرقون بين العقيدة والشريعة بهالشكل هذا، افهم لا تفهم عقيدة، اعمل لا تعمل شريعة. حرمة لحم الخنزير شريعة، وهذا خو ينفع روح الإنسان وجسم الإنسان، مو فقط روحه حتى جسمه ينفع. تحريم الخمرة ينفع عقل الإنسان، بدن الإنسان، روح الإنسان، كرامة الإنسان، كلها مرتبطة بتحريم الخمرة، كلها مرتبطة بتحريم الخمرة. حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وغير ذلك، زين، بس العقيدة والشريعة، الأخلاق هاي من العلوم الأصيلة اللي ترتبط بجسم الإنسان وروحه. يعني أنا أضرب مثال للأحبة الشباب، الإسلام لما يقول الغضب مفتاح كل شر، تراثنا الديني هيك يقول على مستوى الرواية الشريفة، الروايات، أنه الغضب شنو؟ مفتاح كل شر. الغضب يأثر بس على روح الإنسان وحتى صحة الإنسان، حتى صحة الإنسان، هذا اللي يقضي عمره غضبان صحة ما تبقى عدة، تلقاه ضغط وسكر وقلب ومشاكل تأثر حتى على صحته مو فقط على روحه. ولهذا أمتنا قالوا مفتاح كل شر، يجي الإسلام يذبح جماح الغضب، يقول اضبط الغضب، اضبط الغضب وإلا تخسر روحك وبدنك صحتك. أمتنا يقولون واقف اغضبت اقعد، أمتنا يقولون قاعد اغضبت اضطجع، أئمتنا يقولون اغضبت على ذي رحم خلي إيدك على إيده مثلا، هاي اليد إذا التقت باليد مثلا ابن عمك ابن خالك كذا يقولون تهدأ. أئمتنا يقولون شوف الروايات، كتب الأخلاق شوفوها وشوفوا تابع الروايات في ذلك وغير ذلك. أقول حتى على مستوى الأخلاق، مو فقط عقيدة ولا فقط شريعة، وإنما حتى على مستوى الأخلاق، علوم الأخلاق تنفع بدن الإنسان وروح الإنسان. اثنين، حس الغضب مثال وقس عليه وعلى هذه فقس ما سواها كما يقول الأزهري رحمه الله، بقية مكارم الأخلاق ومساوئ الأخلاق ديك شلون تنفعها شلون تضر.
العلوم الأصيلة بس عقيدة شريعة أخلاق، يعني العلوم اللي ترتبط بالدين أكثر شيء؟ لا، مثلا علم الطب من العلوم الأصيلة اللي ترتبط بالإنسان بشكل مباشر. عفوا الأحبة لو ياي وياي، ولهذا تشوفون أمتنا عليه السلام ايش قالوا؟ قالوا العلم علمان. أمتنا ايش قالت؟ قالوا العلم علمان، علم الأديان هذا اللي بيناه عقيدة شريعة أخلاق، وعلم الأبدان. أمتنا ايش قالوا؟ طبعا أكثر علمائنا يفهمون من علم الأبدان يعني الطب، فيعتبرون الطب من العلوم الأصيلة. هاي العلوم الأصيلة جهة العلوم الأولى، أنا قلت ثلاثة، هاي الجهة الأولى العلوم الأصيلة، وبينت ليش نعبر عنها أصيلة، اللي هي شريعة وطيب وكذا وعقيدة وأخلاق، مصدرها الأساسي القرآن الكريم، مصدرها الأول القرآن الكريم. فأنت إذا تعلمت القرآن الكريم هاي كلها عرفتها. القرآن يختصر لك هاي المسافة كلها، يختصر عقيدة توحيد. شقد آيات التوحيد في القرآن؟ ها؟ شقد آيات التوحيد في القرآن؟ صفات الله الكمالية والثبوتية اللي هي عين الذات، صفات الله الفعلية الجمالية الجلالية التنزيهية، وهكذا. زين، على مستوى العدل الإلهي، على مستوى علم التوحيد في القرآن شكبر، وعلم معرفة الله في القرآن شكبر. شوف العلماء ايش كتبوا بيه، ايش قالوا بيه، ايش حكوا بيه، ايش ألفوا بيه. تجي على مستوى الشريعة، وأقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، لله على الناس كتب عليكم الصيام، خذ من أموالهم، مو يا لا، وغير ذلك، ما غنمتم آية الخمس، وغير ذلك من آيات الشريعة. ايش قدها آيات الشريعة في القرآن؟ إن الصلاة تنهى، وهنا يرتبط الجانب الأخلاقي بالشرعي، الصلاة شرعي تنهى عن الفحشاء أخلاقي، يرتبط. زين، تعال للجانب الأخلاقي، ولا تصعر خدك، يمشون على الأرض، سورة الفرقان هنا جانب أخلاقي، وغير ذلك مما لا يعد ولا يحصى. هذه الأخلاق في القرآن إيش كثرة، يعني خذ العفو وأمر كاظمين الغيظ والكاظمين الغيظ والعافين، وغير ذلك من آيات كثيرة في هذا الجانب، كثيرة في هذا الجانب. أنا شفت بعض العلماء يقول بس المعاد 1500 آية دي، صدقون هذا الكلام؟ بس المعاد، أنا شفت أحد العلماء في تفسيره يقول المعاد بي 1500 آية، فتوقع هاي شو شغل علي يكون يصير. علم الأبدان، هذه الأديان الأبدان، أئمتنا عليهم السلام يقولون آية في القرآن جمعت الطب كله. أئمتنا ايش يقولون عليهم السلام؟ يقولون آية واحدة في القرآن جمعت الطب كله. وطبعا مو بس هاي، أكو آيات في القرآن شكل قاعدة كلية، كل شيء يدخل تحت. أكو كلام لإمامنا الباقر عليه السلام يقول لو شئت لو وجدت لعلمي حملا لاستخرجت الدين كله من كلمة الصمد. طبعا الدين عقيدة والدين شريعة والدين أخلاق، يقول لاستخرجت الدين كله من كلمة الصمد بس. فعند توقع هاي كلمة الصمد شنو يستقر خلفها من معارف؟ انتو قاعد تخدمون كتاب بهالعظمة وبهالحجم. مولانا هذا القرآن أحكي لكم، مو حكي، أنا ما أحصل عواطف، أنا ما عندنا جلسة شعر، والعرب تقول الشعر أعذبه وأكذبه. هسه بغض النظر عن قبولنا وعدم قبولنا بحكايته، أنا ما نقبل حكيهم، كان نحب الشعر الصادق، شعر كاذب ما نقبل به إحنا. بس هم ثقافتنا هاي ثقافة العربية، الثقافة العربية تقول الشعر أعذبه وأكذبه باعتبار بطابع المبالغة وإلى آخره. إحنا ما جالسين بجلسة شعرية حتى
بمبالغات وعواطف وما تفسير القرآن الكريم نحتاج. إنما يخشى الله من عباده العلماء. إن أنا إذا أنا ما أعرف الفاعل من المفعول به شلون أقدر أفهم الآية؟ العلماء يخشون الله والله يخشى العلماء. ها؟ العلماء يخشون الله، فأنا من الفاعل والمفعول به راح أعرف من يخشى من. وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون. هاي والراسخون عطف واستئناف، هاي الواو واو عطف واستئناف، وكل واحدة يترتب عليها لازم. إذا قلت عطف يعني الراسخون يعلمون تأويل القرآن، إذا قلت استئناف يعني هنا بالآية يعلم تأويل القرآن بس رب العالمين. أما الراسخون يقولون آمنا إذا قلنا استئناف، أما إذا قلنا عطف لا، الراسخون هم يعلمون تأويل القرآن. هاي مهمة ونعرفها، حكنا تابع قواعد اللغة العربية. أرجلكم يو أرجلكم في آية الوضوء الموجود في القرآن ظاهر أرجلكم هو الشكل. زين على مستوى اللغة، على مستوى النحو، علم النحو، إذا يصير أرجلكم يعني مسح يو غسل هم مسح يصير. كيف؟ هاي إذا ما أدرس قواعد اللغة العربية ما أدبرها، أما من أدرس قواعد اللغة العربية يصير عندي شنو؟ واضحة. القرآن اللي يجمع العلوم الأصيلة أنا أكون أتعلم اللغة العربية وقواعدها حتى أقدر أفهم الآيات بشكل صحيح. معرفة هاي العلوم إلها ارتباط بفهم الآيات القرآنية وتدبر الآيات القرآنية. فلا يتدبرون القرآن على قلوب أقفالها، وفي آية أخرى فلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، ولكن بما أنه من الله تعالى ما في اختلاف. مثل علم النحو، مثل علم أصول الفقه، مثل المنطق مثلا. علم المنطق يقولون يصون الذهن عن الخطأ، وأقدر أستفيد منه في مجال علم الكلام ومعرفة علم الكلام وغير ذلك، والمناظرة مع الخصم وغير ذلك. فهاي العلوم اللي جبت ثلاث مصادق منها لحد الآن تنفعني في معرفة العلوم الأصيلة. ولهذا تشوفون نفس المفسرين لما يتكلم عن التفسير يقول المفسر يحتاج إلى 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10 يلا يقدر يفسر القرآن الكريم. ذني 1، 2، 3، 4 كلهم يشكلن مبادئ لمعرفة القرآن الكريم. هالشكل مو كل واحد يفسر القرآن الكريم. زين، أما الجهة الثالثة أخيرا علوم غير أصيلة، لا هي مرتبطة بصحة بجسم الإنسان ولا هي مرتبطة بروح الإنسان، نقدر نعبر عنها من فضول العلوم. شلون عندنا فضول الطعام، فضول الكلام، هاي نقدر نعبر عنها من فضول العلوم. تقول لي أكو علم فضل؟ إيه أكو علم فضل، نعم أكو علم فضل. حرمات واحد يضيع وقت عليه، أكو علوم حرمات يضيع وقتك عليه. على شو يضيع وقتك عليه؟ تقول يا حاجي خطر. مثل شنو؟ نبينا قال، مو أنا، نبينا قال. نبينا مرة دخل المسجد شاف جماعة مجتمعين على فد واحد ومخبوصين فيه. نبي قال شنو مجتمعين؟ قالوا له علامة. وسيد ابو مالك علامة، يا شنو علامة شنو عنده؟ قالوا له يعرف أنساب العرب وما. قالوا ما هذا علم لا ينفع من علمه ولا يضر من جهله. شو بس أعرف ما أعرف السياسة؟ واحد يضيع وقته على هذا شو بس؟ روح تعلمك مسألة شرعية يا قرآنية، احفظ لك حديث نبوي، روح للطب تعلم، روح ما أدري وين، روح علوم مفيدة، علم الصناعات، علم الزراعات، هاي كلها أصولها أنبياء. إخواني أنتم شباب الله يحفظكم، الآن أكو شنو أقول لكم؟ مسخ لهوية المتدين، الآن أكو هذه هجمة شرسة ضده. هاي العلوم أساسها كل ديني ترى، وعلم آدم الأسماء كلها والمخلوقات تعلمت من آدم، حتى علم الزراعات وعلم الصناعات وبقية العلوم أصولها كلها مأخوذة من الأنبياء ومن السماء. وعلم آدم الأسماء كلها، والبشرية تعلمت من آدم، الله علم آدم. هاي العلوم اللي الآن شوفون وين وصلت بالبشرية، وصلت بها للمريخ، هاي أصولها كلها أنبياء.
نعم اكو مشكله ثانيه هنا، اكو قضيه ثانيه هنا، اكو قسيم استفادوا من اصول العلوم وعلينا القاء الاصول وعليكم التفرع والتفريع، فرعوا عليها وصلوا، اكو قسم كسلوا مثلنا مع الاسف فغير نتقدم عليهم، والا اصل العلوم من الانبياء علمناه صنعه طاووس وعود، نوح يصنع سفن باخره عظيمه نوح صنعها قبل الدنيا كلها نوح، سليمان انتم بعد تربية قرآن، قرآن ايش قال عن مملكة سليمان والصناعة اللي كانت في زمن سليمان والمحاريب ومو بس الآيات ما حافظها عن الجفان وكذا ويصنعوا كذا مصانع عملاقة كانت في زمن سليمان في مملكة سليمان، الصناعة في زمن سليمان كانت واصلة إلى مراحل لا نظير لها. تعالوا ذو القرنين العبد الصالح والسد اللي بناه واللي ذكر القرآن الكريم في سورة الكهف مو لم تخن الذاكرة في سورة الكهف، السد العظيم اللي بناه ذو القرنين وهو عبد صالح مرتبط بالله تعالى. الدين يعني الدين يعني تخلف لا أبدا، الدين يعني صناعة والدين يعني زراعة والدين يعني تقدم والدين يعني تطور والدين يعني أولم ينظروا في ملكوت السماوات ينظروا يعني شو ينظروا يعني كده باوع السماء وأفكر أكتشف قوانينها أصعد لها. القرآن من يقول سيروا في الأرض يعني شو سيروا في الأرض بعد مشيت في الصحراء لو نكتشف قوانينها. ينظروا في ملكوت يعني نقعد نباوع للنجوم هالشي يو نكتشف القوانين اللي تحكم هذا الكون وعلى أساس اكتشاف قوانينه نصعد ونشوف ونكتشف ونسخر سخر لكم ما في السماء. القرآن الكريم يقول خليته كله بخدمتكم اكشفوا قوانينه واستفيدوا منه. كتابنا قال هذا الحكي قبل ذول الغربيين بس ذول اهتموا بهذا الجانب احنا مع الأسف ما يهتمين تخدموا علينا، وإلا كتابنا من دعا إلى ذلك وأنبياءنا اللي دعوا إلى ذلك جعفر الصادق وعلم الكيمياء وجابر بن حيان 900 رسالة جابر ألف في الكيمياء والكيمياء أخذها من الصادق باعترافه. الدين يعني علم تطور تقدم انفتاح. شلون الآية في سورة الحجرات لتعارفوا جعلناكم شعوبا لتعارفوا، القرآن الكريم يقول لتعارفوا. هذا الدين لا يضحكون علينا، الدين يعني هذا ضيق ابدا لا ضيق ولا محزن. الدين سيروا الدين انظروا انتشروا، فاذا قضيت الصلاه فانتشروا نشاط عمل مو كسل الدين، ابتغوا اعملوا وقل اعملوا فسير الله اعملوا. هاي كلها مفردات تخلينا نشتغل ليل نهار كون هذا الكسل كون العوفة بعد ما نضيع وقتنا نعمل عمرنا قصير احنا كل واحد قد يعمر 50 60 قد يعمر نصها نوم طاير لان 50 سنة نصها نوم طلع الأمراض والفواتح والأعراس والمشاكل ايش بقى ايش بقى من أعمارنا هاي شوية خلينا نستغلها على الأقل. انتو شباب في أول عمركم أنا بعمركم تتقرا أكثر من 12 ساعة شهد الله ما أبال شهد الله مع الساعة بعمركم أنا كنت أقرأ الآن بعد ما أقدر كنت أقرأ 4 ساعات 5 الله يقوم يوجعني عمركم 12 ساعة تقرأ لا نضيع وقتنا أيها الأحبة أيها الشباب اهتموا بالقرآن حافظوا على القرآن. الشيء التعليق الأخير بعد ما أطول عليكم أنه علوم غير أصيلة بل أكو علوم مو فقط ما تنفع وما تضر الضر وأنتم تربية قرآن كريم المفروض هذا واضح عندكم في سورة البقرة إن لم تخن الذاكرة القرآن ذكر جالوت في سورة البقرة مو صحيح؟ أي في سورة البقرة القرآن قال يتعلمون ما شنو؟ ما يضرهم ولا ينفعهم. شنو هو اللي يضرهم؟ السحر. السحر علم. السحر شنو؟ علم. القرآن الكريم يعبر عن هذا العلم أنه ضار غير نافع ومن أضراره أنه يفرق بين المرء وزوجه كما ذكر القرآن الكريم. أكو علوم ضارة، هاي علوم الأسلحة الجرثومية والأسلحة ما أعرف شنو بيهددون بها العالم والناس الآن هذول إلى آخره، هاي علوم ضارة ضارة تؤذي البشرية. العلوم تؤذي العلوم اللي أضرت بالبيئة الآن وسوت طبقة الأوزون ما أعرف شنو مثل ما هم يقولون مو إحنا هذه علوم ضارة. واضح الكلام؟ فأكو علوم ضارة وأكو علوم نافعة وأكو علوم لا ضارة ولا نافعة. إحنا قسمناها على شكل علوم أصيلة علوم كالأصيلة علوم غير أصيلة.
العلوم الأصيلة كلها موجودة في القرآن الكريم وروايات المعصومين عليهم السلام، وهذه تحتاج إلى قواعد من خلال العلوم الكلأصيلة، ونشخص العلوم الغير أصيلة واللي تضيع وقتنا بدون فائدة أو تضرنا، كل هذا نستفيده ونتعلمه من القرآن الكريم. فالقرآن فيه خير الدنيا والآخرة، القرآن فيه خير الأبدان والأرواح، القرآن فيه كل شيء، تبيان كل شيء. نص دقيقة ووجدتكم كليش كل ساعة أقول هذا، نص دقيقة أنه شوفوا كتبنا له في الألواح إمامنا الباقر صاحب هاي الأيام في رواية شريفة لما ذكر توراة موسى قال رب العالمين ما أعطى موسى كل شيء، كتبنا له في الألواح من كل شيء، ولم يقل كل شيء، من كل. والقرآن الكريم لما تكلم عن عيسى قال لأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه، ولم يقل كل. هاي إمامنا الباقر بيّن في رواية شريفة، إمامنا الباقر يقول أما القرآن الكريم فقال فيه تعالى تبيان كل شيء، ماكو بعض مثل توراة وإنجيل، كل شيء. في سورة ياسين وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، وكل شيء وكل شيء. القرآن الوحيد كل مو بعض، كل. هذا الكل خلنا نغترف منه، نستفيد منه، شو ما نقدر نعطيه من وقتنا نعطيه ونتدبر. تعلم هاي الكلام التبود الأول، الثاني إن شاء الله بدقيقتين من القلب إلى القلب، قلت بالبداية كلمة من القلب إلى القلب. بداية عمر الإنسان بالقرآن الكريم يخلي عمره مبارك. صدقوني أتكلم لكم عن تجربة، أنا بديت عمري 11 سنة، دخلت حوزة بال 92، دخلت حوزة في مدينة قم، كان عمري 11 سنة تقريبا، 10 سنين 11 سنة. كنت أدرس صباحا حوزة وكنت أدخل دورات قرآن، ودرست على يد المرحوم عباس الكعبي، الحاج عباس الكعبي رحمة الله عليه، ومن أساتذتي في القرآن أيضا أبو حيدر الدهدشتي، مو دهدشتي وهو حي يرزق أبو حيدر، أيضا من أساتذتي، يعني كنت أحضر جلسات تحت إيده. والشيخ أبو إحسان إذا تعرفوا الشيخ أبو إحسان له فضل كبير علي مجال القرآن وتلاوة القرآن، تجويد القرآن، حفظت 5 أجزاء على يد الشيخ أبو إحسان البصري الله يعطيه الصحة والعافية، ما شفته بعد ما بالعراق ما شفته. وأيضا من أصدقائنا في هذا المجال سيد محمد الموسوي، هو هم من المهتمين بالشأن القرآني في قم، السادة آل مطر في البصرة، والهاشمي سيد محمد الهاشمي أحسنت، والدباغ أحمد الدباغ كان صديقي، وكنت أطلع أنا وأحمد الدباغ إلى جبال قم نصيح بعلو صوتنا إسحاق على مود الحنجرة تنفتح، وعلمونا هيك ذاك الوقت حتى من نقرأ عندنا طبقة عالية، كنت أطلع وعندي صور في 92 93، أكو عندي صور أنا وأحمد الدباغ في ألبوم عندي ما منتشر الصور، وسيد محمد الهاشمي وغير ذلك. يعني بديت بهالأجواء القرآنية وشفت بركة ذلك، حفظت 5 أجزاء بالبداية، جزئين من البداية و3 أجزاء من الأخير حفظت. وكنت أقلد الشحات محمد أنور، كنت أقلده في البداية، أقلد الشحات، وخصوصا أواخر سورة ياسين، إلى قراءة مشهورة هو آخر سورة ياسين، هاي كنت أقلدها. والترتيب كنت معجب ومولع إلى الآن بالمنشاوي، يعني لما أسمع المنشاوي كلش أرتاح نفسيا روحيا، واي أميل لتلاوة المنشاوي إلى اليوم. الآن عندي هذا ابني محمد باقر يوميا يسمع المنشاوي، يفتح الآيباد مالته وصوت المنشاوي ينتشر بالبيت، كلش نفسيتي ترتاح، لأن يعني هذا الصوت من طفولتي أنا كان يرن بأذني صوت المنشاوي. المقصود أقول بديت واحد صعيب القرآن، وحضرت مسابقات في القرآن واستلمت جائزة، وصوري باستلام الجائزة منشورة على الإنترنت موجودة، استلم جائزة بحفظ 5 أجزاء في القرآن الكريم. فشفت أكو بركة في حياتي لما بديت بالقرآن، شفت أكو بركة في حياتي، فابدأوا بالقرآن واهتموا بالقرآن واستمروا على القرآن، وتراث آل البيت إن شاء الله أبواب الخير كلها تفتح
بوجوهكم. شكرا لسماحة الشيخ، أطلت عليكم كثيرا للإخوة الكرام. شيخ المنصوري الله يحفظه، الكرام دول الأطياف اللي بيهتمين بيكم، الله يحفظكم ويديمكم ويعزكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.